كمان نحن عطينا هذه الدورة للرفاق ليكونوا جاهزين لوقت القادم وأي ساعة وأي دقيقة لنداء الوطن. لهيك رفاق اتمنى منكم كلياتكم الدورة اللي انتم خضعتوها تمارسون عليها ودائما يكون في لكم تفكير عليها. وين ما بتروحوا رفاق، سواء بتخرجون تروحون على أفواجكم أو أماكنكم، لازم تكونوا قدوة لرفاق الثانيين وأفواج الثانيين يعني. وتعاملكم رفاق مع شعبنا والمدنية لازم تكون مختلفة يعني. يعني احنا لازم نكون متواضعين يعني للشعب، لأنه الشعب هذا شعبنا. إذا لم تكن هناك شعب خلفيتنا لم ننتصر على أعدائنا. أقسم بشرف العسكري، أقسم بشرف العسكري، ودماء الشهداء، ودماء الشهداء، هندافع بكل قوة، هندافع بكل قوة عن الشعب السوري، عن الشعب السوري بكل مكوناته، بكل مكوناته، دون تمييز قومي أو طائف، دون تمييز قومي أو طائف، أمام جميع الأخطار، أمام جميع الأخطار، والهجمات أينما كانت، والهجمات أينما كانت. أقسم، 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 أقسم.